شكرا لك يا أبي. صباح الخير. عود إنكين. تشرب شاي؟ شكرا يا بيك. هذاك البيت هو ورثة أمك مو هيك؟ كيف خطرت بخسارته يا ابني؟ ارتكبت غلطة كبيرة. أختك بتعرف بهالقصة؟ لا، ما حدا عنده علم بهالموضوع. أمك في إلها فضل كبير علي. أصحك تلعب قمار مرة تانية ورح تصير تشتغل مثل العالم والخلق. خود المصاري هون. اتفقنا؟ أنا ما عرفت ليش عم تقدم لي هالمعروف هلأ، يعني شو ذنبك بغلطتي؟ لأنك بتكون من أولاد حارتي يا ابني. بما أنه الكل بيعتبروني أخوهم الكبير، بتمنى تعتبرني هيك. قوم لشوف. لا تنسى اللي قلت لك ياه. اتفقنا؟ إنجين. أنا بترجاك سامحني. ليش سويت هيك يا عمي؟ لا يا تكين. بابا ولادي. Thank you.